تدور أحداث القصة في أحد البلاد الريفية عن عائلة الشيخ عبد الجليل. كان يشتهر الشيخ عبد الجليل بطيبة القلب والأمانة وإمامته للناس بمسجد القرية، وكانت الناس تقصده في أي مشاكل يواجهونها على أساس معرفتهم المسبقة بعلاجه للناس بالقرآن في حالات المس بالجان. كانت أسرته مكونة من 3 أفراد، هو الرابع، الزوجة نعمات والابن يوسف والابن حسن. كانوا جميعا معروفين بالاعتدال وحسن السلوك. في يوم من الأيام كان عبد القيوم أحد أبناء هذه القرية يصرخ في منزله صراخا عاليا إلى أن فقد وعيه في حمام منزله. أخذه أخوه رجب إلى الشيخ عبد الجليل مسرعا ليرقيه ويخرج منه الجان كما زعمت والدة عبد القيوم. استقبلتهم نعمات بالترحيب الشديد وطمأنت رجب قائلة: الشفاء لأخاك مؤكدا على يد الشيخ عبد الجليل بعون الله. وسألته قائلة: ماذا حدث؟ أنا تفاجأت من صراخ في دورة المياه، وعندما ذهبنا وجدناه مرمي على الأرض وحوله شيء أسود يشبه البودرة قريب من أطراف جسده في أرضية دورة المياه. دخلت نعمات للشيخ عبد الجليل وقالت له ما سمعته من أخي المريض، فقال لها: دعيهم يتفضلوا بالدخول. دخل رجب وهو يحمل أخيه عبد القيوم على كتفه، وهو يمر في ممر في بيت الشيخ عبد الجليل ليصل إلى الغرفة، لمح بنظره غرفة على شماله جميع حوائطها يسيل عليها الدماء، ويوجد على سريرها أشياء ملفوفة بأغطية بيضاء ملطخة بالأتربة. دخلوا إلى غرفة الشيخ عبد الجليل المليئة برائحة البخور وجلسوا على الأرض، وقام الشيخ عبد الجليل بوضع يده على رأس عبد القيوم وأخذ يهمهم بكلام غير مفهوم ليس بقرآن بصوت منخفض، ثم وضع سائل أصفر اللون في فم عبد القيوم وقال لرجب: سيتحسن أخاك إن شاء الله. أنت ماذا وضعت في فمه؟ غضب الشيخ عبد الجليل وقال له: لا تسأل عن أي شيء من لحظة دخولك بيتي هنا. وكانت عيناه جاحظة من شدة الغضب. خرج رجب حاملا عبد القيوم على كتفه وذهبوا إلى البيت. في ليل نفس اليوم ذهب رجب لغرفة عبد القيوم ليطمئن عليه، وإذا به يرى مفاجأة لا يصدقها عقل. وجد عبد القيوم يطير حتى السقف في منتصف غرفته، ولكن يظهر على وجهه النعاس، أي أنه نائم لا يشعر بما يحدث. وقع عبد القيوم على الأرض وجسده يرتعش وقال: كلكم أموات، كلكم أموات، بصوت مزدوج غليظ ليس بصوت عبد القيوم. رقد رجب لمنزل الشيخ عبد الجليل مسرعا في ظلام الليل، وطرق عليه الباب 10 مرات لكنه لم يفتح، ينظر خلفه ليلمح يوسف قادم من بعيد يحمل على كتفه نفس الأشياء الملفوفة في الأغطية البيضاء التي رآها مسبقا في منزل الشيخ عبد الجليل، ويظهر عليه معالم التعب ومغطى بالأتربة وكأنه كان يحفر أو شيء من هذا القبيل. اختبأ رجب خلف الأشجار المزروعة حول منزل الشيخ عبد الجليل، وأخذ يراقب من نوافذ منزل الشيخ عبد الجليل ما يحدث بداخله. وجد الشيخ عبد الجليل وزوجته وولده يفتحون تلك الأغطية إلى أن اتضحت المفاجأة: أكفان بداخلها جثث أهل البلدة المتوفين. يقوم الشيخ عبد الجليل هو وولده وزوجته بالهمهمة على رؤوس الجثث الموضوعة أمامهم، ويسمع رجب اسم أخيه عبد القيوم وسط الهمهمة، عارفا من ذلك أن الشيخ عبد الجليل ليس بمعالج روحاني ولا رجل دين ولا رجل دين من الأساس، وأنه هو السبب فيما حدث لأخيه بأعماله السفلية تلك. سأل رجب نفسه: لما الشيخ عبد الجليل يفعل شيئا كهذا وماذا يستفيد؟ غلى الدم في عروق رجب لما حدث لأخيه، وكسر باب منزل الشيخ عبد الجليل وأمسك به من جلبابه قائلا: ماذا تريد من أخي؟ رد عليه يوسف ضاحقا: ما بقاش أخوك خلاص، رحب معايا ببذرة الشيطان اللي هتكبر قريب ويبقى تحت أمري في أي حاجة طلبها مهما كانت. يحدث شيء لم يكن متوقع،
يقف عبد القيوم على باب منزل الشيخ عبد الجليل قائلا: أنا الأعظم، أنا الأكبر. يأتي شروق يوم جديد على البلدة، ويتجمع أهل البلدة أمام منزل الشيخ عبد الجليل الذي قد حطم تماما، وبه أربعة جثث: جثة نعمات التي انشقت إلى نصفين وبها آثار أسنان على جسدها، وجثة حسن المعلقة في جدار المنزل من الخارج بمسامير كبيرة غريبة الشكل مرسوم عليها نجوم خماسية، وجثة رجب المبعثرة في جميع أرجاء المنزل، وأخيرا جثة الشيخ عبد الجليل المتفحمة كليا ذات الفم المفتوح الذي يظهر عليها علامات الرعب، وكأنه رأى الشيطان بنفسه. تمت بحمد الله.